ولسه بالليل في لايف الساعة 11. في بقى ايه يعني اللي هو ايه يعني طب ما تيجي نخلص الحلقة دي الاول. عندنا ايه في الحلقة دي؟ عندنا اني جوميز كان عامل مؤتمر صحفي. بصراحة الراجل اتكلم كلام محترم واتكلم كلام واقعي واتكلم كلام فعلا يعني يدل ان الراجل يعني ان شاء الله باذن الله يكون بداية موسم كويس مع نادي الزمالك. جوميز في تصريحات للمركز الاعلامي في نادي الزمالك قال الامور في المعسكر بتسير بشكل جيد على مستوى التدريبات والمباريات الودية، وهناك استفادة كبيرة من هذه المرحلة قبل مواجهتي الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية. الجميع يعمل بشكل جاد وقوي، ونحن نسير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المستوى الفني والبدني المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد. الفريق يقدم الأداء المرضي في الوديات، وكنا منظمين جدا على المستوى الدفاعي والهجومي، وأمامنا مواجهات أخرى نسعى فيها للظهور بشكل أفضل. المغربي محمود بن طايب ظهر بشكل بدني رائع في مواجهة الشعلة السعودي، وعلى المستوى الفني يحتاج للتأقلم مع الفريق بشكل أكبر ويكون قادرا على توظيف إمكانياته الفنية داخل المنظومة الفنية للفريق. وقال كمان تحدثت مع حسام أشرف وأحمد محمود العائدين من الإعارة عقب انتهاء إعارة الثنائي، وسعيد جدا بما يقدمه اللاعبان من تعلم سريع واندماج مع باقي المجموعة. كنت أتمنى تواجد زيزو وشحاتة وناصر ماهر في معسكر الإعداد، لا سيما وأن الفريق سيخوض أول مباراة يوم 14 سبتمبر الجاري، ولكن لا توجد أزمة في تواجدهم خارج معسكر الإعداد لأنهم يعلمون النظام الفني الموضوع والطريقة التي نعمل بها. الجماهير تتحدث عن السوبر الأفريقي بأهمية كبرى وأنا أقدر ذلك، ولكن قبل هذا اللقاء أمامنا مواجهتين في منتهى الأهمية أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية. رسالتي للجمهور عليكم الثقة في اللاعبين، نحن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل المنافسة والتتويج بكل البطولات التي سنشارك فيها خلال الموسم المقبل. جوميز بالمناسبة دي تصريحاته، معجب جدا بحسام أشرف وأحمد محمود وبن طايق، الثلاثة دول عجبوه جدا، وهو حتى قال للمساعدين بتوع قال لهم أنا ما كنتش متوقع إن اللعيبة هتتطور معايا من أول يومين ثلاثة وهينسجموا في الفريق. فده بالنسبة لجوميز والحكايات والروايات. طيب عاوز كمان أدخل على ندخل على إيه؟ جوميز مركز في الصفقات، لما بيجوا يسألوه مركز قوي قوي على أنا مش عايز أخش على الصفقات دلوقتي، ولكن رجلنا جنب. جوميز مركز قوي في الهجوم والجناح، واحتمال وليس أكيد، احتمال 60% يتم تأجيل صفقات المساكين والرقم 6، احتمال كبير يتم تأجيلهم ليناير، ولكن دلوقتي هو الراجل مركز على الصفقات اللي في الجزء الامامي. انا من وجهة نظري ده غلط، الزمالك على الاقل محتاج مساك رقم 6 ماشي، مش دلوقتي، نمشي لشهر 1 بزياد كمال ودونجا ما عنديش مشكلة، وشحاتة بيلعب في الحتة دي ما عنديش مشكلة، ولكن مشكلتي في المساكين. الونش لسه لم يعني يتم تجهيزه بشكل كامل، وعندك حسام عبد المجيد والمسلوسي بس، مع احترام الزناري واحمد مجدي، الزناري كوارث واحمد مجدي لسه لعيب صغير، فاتمنى ان احنا نخلص مساك. طيب بما اننا بنتكلم مع المساكين، عندي معلومه مهمه جدا 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 تهم حضراتكم. ما هي هذه المعلومه؟ المعلومه اني عارفين محمد اسماعيل بتاع زد، محمد اسماعيل بتاع زد، الزمالك طلبه. عارفين زد عارض كم او طالب في محمد اسماعيل كام؟ زد طالب في محمد اسماعيل $1,000,000، تخيل $1,000,000. فاحنا بنهزر والله العظيم، والانديه دي بتهزر، ولازم
كابتن حسين لبيب ياخد موقف. يا كابتن حسين يا لبيب السلبيه دي كتير قوي يا كابتن حسين يا لبيب. المواقع امبارح اللي قطعت في نادي الزمالك ما طلعش بيان يكذب يا كابتن حسين يا لبيب، حتى لو حصلت مشاده يا جماعه لازم يطلع بيان يشتت المواقع اللي كتبت ويخليهم شكلهم وحش ويفقدهم مصداقيتهم. كابتن حسين يا لبيب فين البيان يا كابتن حسين يا لبيب؟ والانديه اللي عماله تتشرط وتتفرد وتتني علينا مفيش اي رد فعل حاسم معاهم يعني. طيب تعال بقى بينا ندخل على لاعب مفاجاه، جوميز طلبوا بالاسم، طلبوا بالاسم جوميز. من هو لعيب كان الزمالك بيفكر فيه اعتقد قبل جوميز، مش فاكر اسوري ولا مين كان عاوزه او معتمد جمال حاجه زي كده، ولكن جوميز بيعود وبيطلب اللعيب ده بعد ما البلدية نزل درجة تانية، وهو يوسف حسن نجم خط وسط البلدية بيلعب رقم 6 اعتقد يوسف. جوميز طلبه بالاسم وعاوزه، فاعتقد ممكن تبقى صفقة سهلة الزمالك يجيبها. وانا مش عايز اقول يعني بيبسي، طب ما مروان عطية ده كان لعيب محلي وبيلعب في الاتحاد ويعني برضو لعيب رقم 6 كانش حد يعرفه قوي ودلوقتي اساسي في منتخب مصر. فانا مش هقدر اظلم يوسف حسن، ولكن جوميز طالبه بالاسم. طيب عندك بقى يا باشا ثلاث صفقات عنب وثلاث صفقات مستقبل وثلاث صفقات لوز اللوز، وشكل الكابتن حسين لبيب بيعمل امور كتيره في الصفقات. في لعيب، في ثلاث لعيبه الزمالك بيحاول يجيبهم تحت السن، تعرف في خمسه فوق السن واعتقد في ثلاثه تحت السن. الثلاث لعيبه دول الزمالك بيفوضهم، في اثنين منهم شبه خلصوا، شبه خلصوا وبتجهز لهم برضو التذاكر الطيران والتاشيرات. ليه بقول لك شبه خلصوا؟ زي بوبينزا الصبح ما دام ما جاش وقع وكشف وعمل الكشف الطبي ومسك القلم بتاعي ده ومضى يبقى انا ما اعرفوش احبوش، انما يمضي تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه، تفهمني؟ ولكن هما ثلاثه. اللعيب الاولاني اللي لسه لم يتم الاتفاق معه بشكل نهائي هو لعيب غاني تحت 18 سنه اسمه جيري افري. جيري افري ده اول لعيب المفروض انه الزمالك بيتكلم معاه، ولكن لسه الزمالك ما وصلش لاتفاق معاه. تعال بقى نشوف مين اللعيب التاني اللي الزمالك خلص كل حاجه معاه وينتظر وصوله في بدايه الاسبوع المقبل عشان يوقع مع نادي الزمالك بشكل نهائي، وهو الايفواري عبد الله جولي، لعيب ممتاز منتخب كوت ديفوار تحت 20 سنه، ومنتخب كوت ديفوار تحت 23 سنه بيلعب 6 و8. واللعيب ده خلص خلاص، اللعيب ده جوميز ما اختاروش، ده اختيار قطاع الناشئين وفريق السكاوتنج في الزمالك عبد الله جولي. فان شاء الله باذن الله يكون لعيب كويس. الزمالك يعني خلص كل الاتفاقات، كله خلص مع عبد الله جولي، انما اللعيب لسه ما جاش القاهره وما عملش الكشف الطبي وما مسكش القلم موقع رسمي، انما الزمالك خلص كل حاجه مع وكيله، يبقى بس الطياره تيجي بتاعت عبد الله جولي. طيب مين اللعيب الثاني؟ اللعيب الثاني جاي اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب، مش عارف بعرف اغني ولا لا. التاني جاي من عند اخواتنا في السنغال ابراهيم نضاي، وفي حته نضاي فربنا يستر، لان ابراهيم نضاي بوظ سمعه السنغاليين في مصر وخاصه في نادي الزمالك. فهذا اللاعب جاي من عند ريحه الحبايب، ابراهيم نضاي ابو مليون و100 الف دولار، انا جايب صفقات سوبر، انا كمحمد مصطفى جايب صفقات سوبر دلوقتي، اتفرجوا عليه الصفقات السوبر. مين هم بقى؟ اسمه سيدي نضاي، التاني ابراهيم نضاي ده انا خايف ده يكون ابن خالته وبيضحك علينا ويقول لك سيدي نضاي، يا عم سيدي وصالك على راي الفنان انغام. فسيدي وصالك ولا سيدي نضاي ده مهاجم منتخب السنغال للشباب، انت متخيل؟ ده بيلعب تحت السن، هيتقيد تحت السن، تم الاتفاق معه على كل شيء. اللعيب ده بقى مستو ان هو فري، فده اللي مخليني من سيدي نضاي ابراهيم نضاي لسيدي نضاي ربنا يستر.
فسيدي نضاي فري وهيتقاضى الراتب بتاعه بس جاي يوم الحد الجاي وهيخضع للكشف الطبي ويوقع على طول. نفس القصه بتاعت عبد الله جولي، نفس القصه، الاثنين ممكن يجوا ماسكين ايديهم في ايدين بعض، واحد جاي من كوت ديفوار والتاني جاي من السنغال، وهيتقيدوا تحت السن وتبقى الامور حلوه والدنيا زي الفل. طب سيدي نضاي لعب مهاجم